البيوت اكو لافتات ما نقدر نقول عليها هي تشوه بصري، بس هي تتعلق بالشهداء القوات الأمنية والحجاج. هاي شو راح تتعاملوا؟ هذا التنسيق يختلف. نعم، اولا نحن نحترم هذه النخبة من الشهداء والنخبة من السياسيين اللي هم ضحوا في سبيل العراق. طريقة التعامل وياهم هي طريقة تختلف، طريقة مؤسساتية. نعم، هناك مؤسسات مختصة بهذا الموضوع، وهناك اتفاقات مبرمة ما بين أمانة بغداد وما بين تلك المؤسسات، الوقف السني الشيعي، الهيئات الحزبية، الهيئات الفصائلية، زائد هيئة الحشد. اتفاق كبير عندنا وياهم ومشكورين جدا. يعني أعطيك مثال، تنسيقنا مع هيئة الحشد في موضوع الشاشات عالي المستوى بكتب رسمية، يعني تحول هذه اللافتات إلى شاشات بمواقع متفقين عليها. يعني ما تشوف أنه اليوم فوضى لهيئة الحشد في موضوع الشاشات. نعم، أو في موضوع الإعلانات الطرقية للصور. هذول ماخذين موافقات. يعني جاي عالمك وماخذ موافقة من عندك ومعلقها بعلمك. نعم، بالمكان اللي هي ما تشوه البصر. وعندك اتفاق عليها. صار اتفاق ثاني أنه ممكن تصير كلها في الشاشات. نعم، وتتقسم على المناطق.